الله الرحمن الرحيم. جئنا إلى هنا إلى مدينة الباب لإحياء الذكرى 13 لانطلاق الثورة السورية، كي نؤكد على استمرارنا بثورتنا حتى إسقاط النظام وإقامة الدولة السورية العادلة التي تكفل لجميع مواطنيها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ولكي نؤكد على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية. وشكرا. السلام عليكم. اليوم بالمحرر السوري، بالشمال السوري المحرر، مدينة الباب، مظاهرة مركزية، واليوم عيد الثورة السورية المباركة اللي صار لها 13 سنة، مضى 13 سنة، بلشنا بالسنة 14. نطالب دول العالم بمحاسبة بشار الأسد للكيماوي، وبشار الكيماوي وحكومة الأسد الكيماوية، ومن روحة ما يقارب مليون شهيد بسوريا. هدول ما بننسى دمهم، ونحن ما بننسى دم المعتقلين بالسجون، صار لهم 13 سنة عم يعنوا عند الأسد. الله ينتقم من الأسد. اليوم هي المظاهرة السنوية، كل سنة لحتى تطلع إلى ما شاء الله، لحتى الله سبحانه وتعالى يفرج عن الأمة. والثورة مستمرة والرجال مستمرة، وتفرجوا هاي المناظر كلها، هاي الثورة وهي الشباب، هاي المظاهرة الحاشدة بمدينة الباب. الله أكبر الله أكبر. التاريخ 15/3/2024. نحن أهالي الشهداء نقسم بالله العظيم، نقسم بالله العظيم أن نحافظ على ثورتنا وأن نحمي أهدافها وأن نبقى في ميادينها حتى إسقاط عصابة الأسد. والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول شهيد. يا محلى الصوت لما ننزل على الساحة، الله حي الباب الحرة، الله حي الباب الحرة، الله حي الباب الحرة.